رابطه ظاهره في عالمنا العربي، ولو ما فيش زباين بيشتروا السيديهات الهابطه ما كانتش كملت. فالعيب علينا كلنا. بص يا بنات، خلينا نتكلم على حاجه حلوه بقى. طيب اتبسطوا انتوا الاثنين ان الحاجه الحلوه دي جايه من عندكم، جايه من المملكه العربيه السعوديه. مؤخرا طلعت سلسله افلام وثائقيه صغيره قصيره بتوعي الناس، بس من غير وعظ وارشاد، توعيهم بشكل لطيف، بشكل احيانا كوميدي. احيانا كوميدي. وفي فريق جديد اسمه اباليسو. يا ساتر، ماذا عملوا سلسله افلام وثائقيه، وهبه راحت موقع العمل بتاعهم وجات لنا بتقرير حلو. هل فكرتوا في يوم كيف بيتسلل الشيطان لافكارنا وعقولنا؟ وايش هي الطرق والاساليب اللي بيتبعها حتى يخلينا نقع في الغلط؟ بعيدا عن المخاوف، تناول فريق شبابي اسمه اباليسو بطريقة ساخرة وبعمل فني كيف بيوسوس الشيطان. وثغرك الباسم إيمانك يحرقني. أكشن. أعرف منك كيف بدأتوا فكرة أباليسو ومتى بدأتوا فيها بالضبط؟ طيب الحقيقة الفكرة بدأت عام 2005 في حلم كان بيني وبين شريكي أيمن جمال. الحلم هو أن احنا نوصل رسائل توعوية للناس بس في قالب ترفيهي. الحقيقة هذا الشيء كان ناقص، يعني الناس بطلت تقرأ كتبه وتشوف محاضرة، يعني فئة الشباب يبغوا الترفيه. فجتنا فكرة أباليسو إنه شيء جديد ما عمره خطر على البال. شخصية الشيطان بحد ذاته شخصية يعني غامضة، سر قوة الشيطان في الخفاء. فإحنا قلنا أوكي خلينا نفضح الشيطان قدام الجمهور اللي هو بالنسبة لنا الشباب في قالب كوميدي. الحقيقة إحنا سبنا وظائفنا أنا وشريكي وفتحنا شركة اسمها فيجوالايزد، الهدف منها إنها توصل رسائل من هذا النوع بشكل ترفيهي، وكان أباليسو أول مشروع بدأنا فيه. إني أرى النور ينضح من محياك وثغرك الباسم إيمانك يحرقني. طيب أنتوا الطريقة اللي بتقدموا فيها العمل، يعني ما خفتوا إنه يكون في نقد لأنه بتقدموا كوميديا سوداء وأباليسو ممكن تطلعوا بطريقة لطيفة محببة للناس يصير كيوت يعني؟ الحقيقة فعلا احنا كنا خايفين مرة من هذا الموضوع، بس تفاجأنا بالعكس، يعني ردة الفعل كانت إيجابية جدا جدا جدا. كنا خايفين الناس أول شيء يتهمون ويقولوا أنتم كيف تجسدوا الشيطان وعلى أساس، يمكن يكون شرعيا ما له أساس، بس يعني الانتقاد رجال يكاد لا يذكر. موضوع أنه أباليسو يكون لطيف، الناس يعني ذكية كفاية أنها تعرف أنه هذا الموضوع كله رمزي، يعني ما في أحد مثلا يشوف الإعلانات ويقول والله خلاص أنا حبيت الشيطان لأنه شكله كيوت في الطالع ظريف، فعرفوا يفصلوا. فالنتيجة أنهم صح حبوا المشروع وتسلهم ويتفرجوا له، بس في نفس الوقت كرهوا العادات السيئة اللي بيوصل لهم هي. خلينا ندخل شوية في تفاصيل العمل أكثر. يعني أباليس شكله يعني الميك اب اللي محطوط له مره بروفيشنال، وصراحه يعني شيء على مستوى هوليوود، لانه مش اقنعه مركبينه، لا بياخذ ساعات طويله في الشغل. كلمنا عن تغييره في الجزء الاول والجزء الثاني، وفكره تركيب الماسك على اي اساس قد كده انتم يعني عاملينها باحترافيه مع انه انتم يعني مش تخصصكم هذا المجال؟ الحقيقه الشيء الفاصل في أباليسو احترافيا هو موضوع الميك اب، الكاميرات والاضاءه هذه كلها سهله، بس انما عشان نسوي ميك اب قلنا يا نسوي صح يا انه المشروع نفسه يعني ما حيلاقي. وانت اللي مسويه بدليل انه يدك حمراء حاولت اغسل والله لا بس شكله ما يروح. الله يعين أباليسو، شكله وجهه كمان ما بيروح منه ورا مشوار الغسيل ولا شيء. بس خليني أعرف منك، لما عملتوا فكرة أباليسو إيش الأعمال أو الأفكار اللي قدمها أباليسو، يعني اللي المسجات اللي حاول يوصلها للناس؟ هو الحقيقة أباليسو أول ما بدأنا، إحنا بدأنا سنة 2005-2006 بدأنا نصور، في البداية كانت تجسيد للأحاديث والآيات اللي ورد فيها ذكر الشيطان، كيف الشيطان يوسوس للإنسان قبل ما ينام، يوسوس للزوجين عشان يتخانقوا بينهم. نعم، وهو نايم الشخص يحط المنبه بس الشيطان يجي يخليه ينام يواصل النوم ما يصحى صلاة الفجر. تجسيد لآيات وأحاديث وفي مدة جدا قصيرة، 30 ثانية أو يمكن توصل دقيقتين في أغلب الأحيان. بعدين صرنا نخش مواضيع أكبر من كده. طيب الأعمال لما بتقدموها إيش كانت ردة فعلة الشباب الشابات، إيش الرياكشنز اللي أخذتوها من الناس؟ بالنسبة للموسم الأول
المشاهدات تبعته عندنا كانت تقريبا 3 مليون، اتاخذ من موقعنا وانتشر وصار بيترجم للغات انا ما اعرفها. يعني انا دخلت يوم قعدت ادور عن النشر وصلت لي 12 13 مليون، اعود في المواقع الاخرى والقنوات الاخرى وبالاوكراني وبالمش عارف ايه. ف يعني كان له رده فعل عالميه رائعه جدا، بتجينا رسائل بشكل يومي يطلبوا مني نسخ دي في دي لارسلها لجامعه مش عارف فين في ماليزيا واحيانا في امريكا. لكن اللغه الاساسيه بتكون العربيه. But I can switch my language if you can speak Arabic. Ya hablo español. أباليسو، بعرف منك كيف قدرت تجسد شخصية الشيطان. هل قرأت عنها ولا من التصور اللي الناس تعرفه المعتاد قدرت تمثلها وتقدمها؟ كيف إن أنا بحضرها؟ يمكن لما سوي تجربة أو تست كاميرا إبراهيم وأيمن قال لي شخصية جوكر اللي هو قدمها هيث ليدجر، راح هيث ليدجر و شخصية اللي ما تنسى في السينما. ما تنسى، هو الحين أخذ عليه أوسكار كمان في أدائه في الفيلم. فهو قال لي إنه بتكون الشخصية اللي هو تحسه هو سايكو بس في نفس الوقت بيلعب بأفكار الناس، يعني في منطق في كلامه. الغني خير من الفقير، والمتعافي خير من المعاق، وبواسطة خير من الغلبان، والسعودي خير من الأجنبي، واللي عنده دكتوراه خير من اللي عنده ماجستير، والاثنين خير من أبو محط صناعي، والمدير خير من الموظف. تخيل لو أنت مخلوق من نار ومو بس كده بتعبد الله بين الملائكة. عرفتوا ليه الغرور هو ذنبي المفضل؟ فيصل، حاب أعرف المشاهدين كيف أو بالأصح مين اللي بيدعم مشروعكم؟ نحن مشروعنا هو فكرة أيمن جمال وإبراهيم عباس، والإنتاج إنتاج شركتنا فيجواليزت بالكامل. نحن اللي بنتكلف المصاريف كلها، ونحن اللي نعمل الإنتاج كامل، حتى الكاستينج الكرو كله من إنتاج شركتنا يعني إن هاوس. أسلوب سهل وممتنع، وخلال 90 ثانية فقط نجح فريق أباليسو إن هو يتوجه لجيل الشباب والجيل الإنترنت بطريقة عصرية ومتطورة، ويخليهم يتعلموا من أخطائهم وما يكرروها مرة ثانية. هبة، أباليسو دي فكرتني بمسرحية محمد هنيدي اسمها عفروتو. عفروتو. ده حاجة دمها خفيف يعني. أنت كيف لقيتيهم؟ أنا صراحة الفترة الأخيرة يعني زي كتير من الشباب والشابات بنتابع على اليوتيوب المشاريع والأفكار اللي بيقدموها الشباب في السعودية. يعني زي على الطاير في مشاريع كتير الرقابة التلفزيونية ما بتسمح لهم يعبروا عن أفكارهم، فبيعبروا عنها على اليوتيوب والكل يقدر يشوفها. اللي عجبني في أباليسو واللي كان مميز إنهم بيطرحوا مواضيع لهدف التوعية بطريقة شبابية قريبة للجيل. يعني أسلوب الوعظ كويس وله يعني أصداء، بس إحنا كشباب أسلوب الحركة والصورة بالنسبة لنا مهم أكثر. بيتكلم عن التدخين وأضراره بطريقة تستفز المشاهد إنه يبطل يدخن، يعني ترفع تعصبك. بيعبر إن الشيطان كيف بيفكر بطريقة أو بأخرى إنه هو يغوي الإنسان، عن كمان الأكل الحرام، عن الكذب، عن أقم صلاة. الأدعية، أقم الصلاة وعدم التأخير، عن الأدعية الأذكار اللي نذكرها. فكان بشكل جدا حلو بعدة لغات ولهجات، يعني يعطيهم العافية إن شاء الله، وكثير نشوف أعمال كمان حلوة. هي بالضبط، يعطيك ألف عافية أنت كمان هبة. ومن الشباب خلينا نحن نروح ونشوف السيد يا ترى فين، موجود ولا لا؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل، السيد يتعرض للعنف. هي كانت طريقتها وحشة وأسلوبها وحش، بس أنا كنت بستحمل عشان أنا عاوز أعيش، مش عاوز يعني مشاكل.